عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. طبعا احنا موجودين النهارده من طنان معرض ابناء احمدين، عندنا تشكيل اوض نوم الاطفال النهارده حلوه قوي. انا مصوره لكم كذا حاجه هنا، مصوره لكم اوض نوم العرايس وهنا اوض نوم الاطفال الكبيره والمقاس الاصغر، مصورين مقاسين، تشكيل جامد جدا جدا، عندنا افكار حلوه قوي قوي قوي. طبعا معانا البينك دي التسريحه بتاعتها فيها ارفف كده، وفي حاجات التسريحه بتاعتها او السرير فيها ضرفه جرار او ضرفه بتتفتح. عندنا بقى الحاجه الجديده، عندنا بصوا ما شاء الله كل ده كده هنعرفه النهارده مع بعض بالتفصيل بكل اسعارنا بكل تفاصيلنا. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. دلوقتي هنشوف الاوضه دي مع بعض. دي بقى السرير اللي هي 2 متر، الدواليب اللي هي 2 متر. تمام. تمام. طيب ده كده معانا ما شاء الله. بص الاوضه هنا ساده، يعني تنفع مش اطفال، شبابي او بناتي ما شاء الله حلوه قوي. ظرفتين جرار، هنشوف التقسيمه بتاعته مع بعض. نفتح على طول نشوف التقسيمه عشان ما نرجعلوش تاني. ماشي. ما شاء الله. بصوا رفين، واحد اثنين ثلاثة، وطبعا تحت هنا ما شاء الله تقسيمته حلوة. لو عايز تعمليها اللي هي المكعبات برضو براحتك، حلوة والعمق بتاعه يعني معقول حلو الحمد لله. طبعا الخشب هما على فكرة بيثبتوا هنا على يدوب مسمار مسمار، ولما بيجولك كل الحاجات دي على فكرة في، نسيت اسألك، في حد بيروح مع الشغل في التركيب ولو في اي حاجه حصلت يظبط الدنيا وكده؟ مفيش مشكله، هو زبوننا حسب طلبه، لو حابب حد يروح يسلمه هناك مفيش مشكله. تمام. دي مولا للسرير. دي اللي افخاذ السرير او شايله. ايوه اللي هي الجناب. تمام. هنا بقى رف وشماعه. هنا رف وشماعه. تمام ما شاء الله حلو قوي. طيب احنا قلنا الدولاب ده كده مساحته مترين، طبعا في مرايه بطول الدولاب فاميه علشان ما تضايقكيش بالنهار، ما شاء الله حلو قوي. طيب خلينا نشوف بقى السرير بتاعها. السرير بتاعها كابوتوني، جزء منه كده طبعا مش كله، وفي ليد هنا صح؟ ما شاء الله حلو قوي، يعني تحسوا ان السرير كده ملموم. ده متر وعشرين ولا متر؟ لا متر وعشرين. متر وعشرين ما شاء الله. ده كومودينو بتاعه؟ كومودينو بتاعه عشان لسه جايه. ده كومودينو زي ما احنا شايفين برضو، القوايم بتاعته زان على ميجا. تمام. طبقتين بالنسبه للش الدرج ما شاء الله حلو قوي. الخشب اصلا باين، يعني طبعا دي قشره افريقي. ايوه انا كنت مستنيه. مطعمه طبعا من الشغل اللي هو اللي فوق. ايوه اللي هو الشغلين. تمام. احنا شفنا السرير متنجد، اضاءه ليد، كومودينو معاه تسريحه برضو نفس الديزاين. تسريحه ما شاء الله ومساحتها حلوه وفيها ضرفه. وكمان درج كبير على فكره حلو قوي. درج ما شاء الله. تمام. في ازاز بيتحط هنا صح؟ طبعا الازاز بتاعتها موجود. تمام ما شاء الله. يبقى هي كده اثنين سرير. في شماعه او حاجه؟ لا الاطفال ما بينزلش ولا شماعه كرسي للاسف. تمام. هي نظامها كده، يعني التسريحه يبقى شماعه كرسي. انا دي لو حابين لو حد طلب ممكن نزودها تكلفته بس. تمام ما شاء الله. عايز اقول لكم حلوه، مطفيه ما بتلمعش، مناسبه جدا للسن الكبير او السن الصغير برده ما شاء الله حلو قوي. طب بكام بقى الاوضه دي معانا؟ هي مبدئيا الغرفه ديت اوضه شبابي. بنتكلم فيها بدايه ب 16000 جنيه لان مقاربه لاوضه النوم الكبيره ما شاء الله بكل مكوناتها. يعني الاوضه دي بعد الخصم عامله 12500 جنيه. 12500. تمام. ما شاء الله حلو قوي. في الاوضه دي كمان بجد ما شاء الله حلو قوي، بس الشغل بتاعها بقى واخده كده يعني حته دلع. انا حاساها بنيتي على فكره. هما تناسب الولاد برضو، بس يعني هي فيها حته دلع كده ما شاء الله حلو قوي. وبرضو فيها المرايه الفامين. تمام. ده مترين برضو. دي مترين. هي برضو يعني جاي بومبي شويه من هنا. فيها شغل بومبي في الطرف الطرفين. ما شاء الله حلو قوي. ده شغل اركيد طبعا، مطعمه باللون اللي هو المط اللي هو الاوف وايت. تمام. مع لون اللي هو الشامبي برضو زي ما احنا شايفين، مع لون القشره. اللي هو القشره اللي هي الطبيعي. قشره افريقي ده برضو ان شاء الله لون الخشب باين، يعني بصوا الدوائر بتاعت الخشب وتفاصيله كلها باينه، انا بحب الشكل ده. تمام. على فكره يعني الشكل ده بحسه كده حاجه قيمه وحلوه. هو طيب. الموديل لسه جديد كمان، يعني الموديل كاوضه شبابي لسه نازله جديده، حتى الخامه بتاعتها هنبص عليها من جوه. يعني ما شاء الله محترمه جدا. ده هنا ايه الشماعه في النص؟ هنا شماعه طبعا، هو الدرفه مقسومه هنا كسرنا القاعده شويه. هنا يعني مقسومه اثنين، هنا ارفف صغيره اللي هي المكتبه او الدريسنج،
مع الشماعه ورف كبير فوق واخد نص مساحه الدولاب. تمام ما شاء الله. هنا الشماعه بقى بعرض ال هنا بيبقى شماعه، لازم يبقى في شماعه في الدولاب. تمام هو هنا استغل المساحه بالناحيه الثانيه وهنا في الناحيه دي بيعملها شماعه عشان تبقى شماعه كبيره. لو حابين برضه نزود رف او نخليها زي ما هي مفيش مشكله. تمام طبعا هنا دي اللي الخد بتاعتها زي ما احنا شايفين برده نفس لون القشره برده بتاعت الدولاب. تمام ما شاء الله. الشباكين الصغيرين طبعا في الغالب بيبقوا ساده ما بيبقاش فيهم شغل كتير عشان ايه ما بيبقاش فيها مشكله يعني. تمام التسريحه بتاعتنا كمان ما شاء الله برده جايه بومبي كده من هنا وبرده بومبي هنا من الدرف ما شاء الله. هي واخده ميكس بين الدرفه وال والدرف. هنا في رف مفروض صح؟ تمام الدرفة مش طويلة كده. تمام في رف علشان تقسمها لكم نصين ما شاء الله حلو قوي. وفي هنا برضو درجين طبعا لسه المقابض بتاعتهم هتركب صح؟ لسه المقابض مش راكب. ما شاء الله متبطن وبرضو المجرى بتاعته استانلس. تمام استانلس ايطالي. درج زان محلي بوصة برضو ما شاء الله باين. وش طبقتين هنا قاري بتاعته ما شاء الله حمينا. تعالوا بقى نشوف السرير بتاعه. السرير برضو تحفه. السرير بتاعها فيه فكره يعني هو مبدئيا اهو كابوتوني تمام والكوموزينو بتاعه اهو برضو بدرج وكل حاجه. هنا بقى في درفه كده احط فيها الحاجات بتاعتك اللي استعمليها قبل ما تنامي. هنا دي الدرفه زي مكتبه تحط فيها اكسسوار او لعب او اي حاجه او مكياجات بالظبط. برفه قبل ما تنامي الحاجات دي ما شاء الله بجد تحفه حلوه قوي قوي جميله جدا. طب طيب دي كده معاها سريرين متر و20 وكومودينو ولا بيبقى اتنين كومودينو واحد؟ حط كومودينو واحد بيتحط بين السريرين. تمام يبقى سريرين وكومودينو ودولاب مترين وتسريحه بكام بقى؟ وقشره افريقي. طبعا هي الموديلات السنه كلها طالعه كده القشره الافريقي او الارو يعني ما بين ده وده هم اكتر موديلين في القشره شغالين يعني. تمام طيب احنا الغرفه دي طبعا بتتباع بره 17 18 الف جنيه. تمام تمام لان هي خامه بتاعتها مميزه جدا. السير بتاعها فيه مكتبه تسريحه مميزه فيها شغل بومبي شغل اركيت دهانات مختلفه. فالغرفه دي بعد التخفيض ومتابعينا ان شاء الله دي عامله 13 الف جنيه. 13 الف ما شاء الله الوانها حلوه قوي فكرتها جديده التسريحه بتاعتها رائعه كل تفاصيلها ما شاء الله حلوه. طبعا الدولاب ده كده 2 متر واخده اكتر من لون مع بعض لون الخشب البيج او البني مع الزيتي مع الابيض. تمام. ودي زي مقابض كده المفروض. ما شاء الله حلوه قوي جميله. بصوا بقى هنا برده شماعه مرف كبير ومتقسمه لمربعات تحطي فيها حاجتك. برده سمك الرف حلو ومساحه الرف حلوه ما شاء الله والخشب ما شاء الله يعني اللهم بارك حلو قوي. ايدي وجعتني ما شاء الله. بس الناحيه الثانيه بقى طبعا هنا هيبقى شماعه زي رف وشماعه نفس تقسيمه الاوضه الثانيه. تمام حلو قوي. طيب بصوا بقى التسريحه بتاعتها يعني لو عندك بنتين ولدين طبعا هي الاوضه نازله بسريرين فمعاكي كمان مرايتين معاكي رف معاكي درج 2 3 4 5 ادراج ما شاء الله حلو قوي. زائد مستويات للتسريحه نفسها مستوى اقل ومستوى اعلى والرف ده بجد تحفه حلو قوي برده زي ما احنا شايفين ما شاء الله جميله. ده كاش اهوت سهل مربع 4 مللي. تمام هنا الادراج برده زان زي ما احنا شايفين وش الدرج برده كبس تمام عشان يستحمل معانا. تمام الاكسسوار بتاعها طبعا واخد من نفس اللون يعني هنا برده هيبقى متناسقه معمول اوف وايت ماشي مع نفس الدهان. تمام هنا برضه في مقابض انا شايفه ما خدتش بالي منها. هي مقابض احنا ممكن لو عكسنا الدرفه دي بقت دي هنا بالظبط اصبح هي تغيير رسمه بتاعتها بالظبط. ده المقابض منه فيه وهنا مقابض منه فيه حلو قوي. والمقابض دي موجوده على فكره في التسريحه برضو. هنا بقى السرير تمام نبص على السرير بتاعها سرير وكومودينو واخد برضو نفس الديزاين ما شاء الله نفس الشغل البومبي او السوكه ده المكسوره موجود برضو في الدولاب موجود في السرير طبعا نفس الالوانات برضو موجوده هنا موجوده في الدولاب ما شاء الله حلو قوي ما شاء الله وكل تفاصيلها حلوه. وبرضو السرير متر و20 لو حابه تخلي السرير متر احنا قلنا الاوضه دي في منها كبير وفي منها المقاس الاقل فاحنا معاكي في الحالتين. طب الاوضه دي بكام معانا؟ طيب هي الغرفه دي بنتكلم بدايه فيها 16000 جنيه تمام بالنسبه لمتابعينا ان شاء الله الغرفه ديت عامله 12500 جنيه. 12500 ما شاء الله حلو قوي. انت معاكي الارقام موجوده على الشاشه
طول ما الفيديو شغال تقدري تتواصلي مع المعرض على طول. ارقام كتير لو ما عرفتيش تتواصلي معاهم عشان الشبكه للاسف بتبقى وحشه، اتواصلي على الواتساب على طول هتلاقيهم بيردوا عليكي. مين الاوضه دي ما شاء الله حلو قوي، هي واخده لون البينك مع لون الخشب، ده لون بيج ولا ده لون ايه؟ سن الفيل مش عارفه. ده دهان شفاف يعني، بيبقى القشره على طبيعتها بس بتاخد ذهب ودوكو شفاف بحيث يبين صمرة القشره من تحت الدهان. تمام. وبرده هنا المقابض من الخشب منها فيها. المقابض منه فيه. تمام. حلو قوي الحركات دي على فكره. وبرده هنا برده المقبض بتاعها موجود. تمام. والدولاب المرايه بتاعته فميه خالص دي. فميه خالص، مش هنشوف حاجه. ضلمه. لا هنشوف برده يعني، ما تبقاش يعني الملامح مش واضحه قوي بس يعني شغاله. تمام. في بقى السرير بتاعها كمان هنا اهو. الاوضه دي خشب برده عشان نبقى متفقين من ضمن الناس اللي عايزين حاجات خشب، الاوضه دي خشب ما شاء الله اهو. برده السرير بتاعها والكومودينو. كومودينو ودرج واحد ها؟ أيوة. ولا درجين؟ لا درجين، ده سحاب. تمام. بالظبط. درج سحاب متقسم من جوه. تمام. وده درج تاني عادي. تمام. التسريحه برضه نفس الدرج. درج السحاب اهو برضه فوق. وثلاث ادراج تانيين ما شاء الله. وكلهم دول ثلاثه درج زي ما احنا شايفين. وبرضه المقابض خشب. مقابض خشب. الله حلو قوي. وبرضه هنا اهو. بصوا بقى ال الزانه وطبيعته. ايوه بتاعته زان ما شاء الله حلوه بجد جميله. بصوا التسريحه على فكره مساحتها حلوه، الجول بتاعتها زان برضو. تمام. أرفف من والارفف دي حطي عليها بنات بقى وعيشي حياتك مع نفسك ومعاكي مرايتك ومعاكي مرايتك. هنا والدولاب بتاعك 2 متر عيشي وتشقلبي فيهم زي ما انت عايزه، حطي فيهم اللي انت عايزاه. وطبعا السرير بتاعتنا بيبقوا سريرين متر و20 مع دولاب مترين مع تسريحه مع كومودين واحد. تمام. ما شاء الله حلو قوي. تصميم الاوضه برده ناحيه رف كبير وناحيه شماعه. اكيد. هنا اهو، والناحيه الثانيه شماعه صغيره والارفف. الناحيه الثانيه هتبقى ارفف. دي كلها ارفف. دي تصميمها من هنا مختلف. هي ما شاء الله زي اي اوضه 2 درفه، هيبقى ناحيه كلها ارفف وناحيه فيها شماعه ورف. تمام. طب دي معانا بكام بقى؟ طيب هو اللون زي ما احنا شايفين اللون البينك. طبعا الاوضه ديت يعني تحس ان هي بناتي اكتر عشان درجه البينك اللي موجوده. بنعمل منها كذا درجه، في منها اللون البترولي، اللون اللي هو الازرق بيمشي برده جميل، كانت موجوده ولسه ماشيه. حابين اي درجه لون ندخلها دي متباعه اصلا يعني، مكتوب عليها مبيعه. بس احنا بنعرضها عشان الناس برده تشوفها، عشان لو حد حابب هي التصميم في ايدينا هي يعني. موجود منها. تمام. ان شاء الله اي لون لو حابين نفسه موجود، عاوزين درجه البترولي بدل البينك موجود، اي درجه موجوده ان شاء الله. تمام. يعني متاعه. طيب هي بالنسبه لغرفه النوم بنتكلم كده في 16000 جنيه. طبعا دي بعد الخصم عامله 12500 جنيه. 12500. تمام. ما شاء الله حلو قوي. طب الاوضه دي انا وقفت قدامها شويه عشان افهم ايه منين وايه فين، يعني مبدئيا كده ده ايه اركت ولا ده بيبقى اسمه ايه؟ ده شغل ده كل ده شغل بارز. يعني انا حاطه ايدي، انا ماسكه اهو الشغل في ايدي. تمام. كل ده كده شغل بارز ما شاء الله حلو، بدرجات الوان تحفه. برضو انت في ايدك تغيري درجات الالوان. برضو الاوضه دي مباعه، احنا بنحب نصور الحاجه المتباعه على فكره، احنا مزاجنا النهارده كده. الحاجه الحلوه ما بتستناش يعني. ما شاء الله. لا وكل الشغل بجد ربنا يبارك يعني للي هياخده، كل الشغل حلو. بصوا هنا كلها الله، مساحه الرف حلوه. بصوا مساحه الرف حلوه قوي، واخده تقريبا يعني نص الدولاب. بصوا المقبض هنا سيلفر شكله شيك قوي ما شاء الله. بعدين هو واخد نفس شكل السلسله فماشي مع الرسمه اللي معاه. رسومات الدوائر اللي موجوده كبير وصغير سلسلة. موجوده هنا برده. التفاصيل دي التفاصيل دي ما شاء الله. طبعا مش معنى ان هو مكتوب عليها مبيعه ان هي مش موجوده، لا. كل الشغل موجود، الشغل بيبقى موجود بيخرج بيجي غيره، بيجي نفس الرسومات وبيجي رسومات احدث كمان ما شاء الله. بصوا بقى ده هنا رف وشماعه. بس طبعا هنا فخاد السرير زي ما استاذ وائل بيقول، بس ده مش سريرها صح؟ دول الشباكين الصغيرين اللي هما الفردتين الاربع دفخات، ودول الشباكين الصغيرين. تمام تمام ماشي. بصوا بقى هنا وريهم انت بقى. هنا بقى في فكره، هنا بتلف. هنا حاجه ضغطه دوره مكتبه يعني، هنا منها بومبي كشكل ومنها حاجه للتخزين كمكتبه داخليه. او ده بديب بقى. او ميك اب يعني تحط فيها بارفينات، تحط فيها فانوس رمضان وحاجات. بصي براحتك خالص خالص خالص. بصي بتلف 360 درجه. مش بتلف 90 درجه، 360 كلها بتلف ما شاء الله. هنا بقى نيجي للتسريحه. بصوا في هنا المرايه بتاعتها فوق الازازه. تمام. وهنا الدرفه بتاعتها برده فيها فكره، بتتفتح كده كل حاجه جوه باينه من هنا. ورصي براحتك ما شاء الله مساحتها حلوه. تمام جميله جدا. وبرده في درجين
ما برضاش شد جامد. بصوا افتحي من ناحيه واحده. الزان ده زان؟ اه طبعا الاوايم زان. اه زان احمر؟ اه كلها زان احمر روماني. ما شاء الله. اه الوش طبعا طبقتين هنا ده قبل كاش قبل كاش سيه 4 مللي تمام. طبعا على ميجر كله الدرج تحت برضو نفس المواصفات الرجول بتاعته زان الرجول في منتهى الشياكه مسحوبه كده تحفه حلوه قوي مع لون السيلفر طبعا ده شكل جمالي اه ما شاء الله هي فيها كذا لون بس كل الالوان قريبه من بعضها وماشيه مع بعضها تمام. طيب ده السرير اه السرير برضو نفس التنجيد واخد من نفس درجه اللون اه اللون اللي هو اللي في الظهر ده ايوه هو نفس لون التنجيد طبعا انت في ايديكي لو حبيتي تغيري اللون اللي في الظهر بس هو بصراحه هما بيعملوا التصميم بالالوان اللي تليق عليه فانت هتجتهدي قوي علشان تقدري تنفذي موديل زي ده بالوان تليق معاه بصراحه حلو قوي آه الموديل بتاعه جميل جدا بصراحه وده الكومودينو ده الكومودينو طبعا ما شاء الله جميل حلو قوي نفس الشغل اللي على الدولاب مع الكومبي برده اللي موجود في الظهر اللي هي موجوده الضفه اللي هي الدواره تمام ما شاء الله يعني احنا عندنا الضفه هنا دواره وعندنا الدولاب ضرفتين جرار وتسريحه ما شاء الله جامده جدا واثنين سرير وكوموزينو بكام بقى طيب الاوضه دي مبدئيا كسعر هي معدي شويه لان فيها اوبشن كتير يعني فيها مكتبه اللي هي الدواره مع اثنين ضرفه شغل في التسريحه بيميزها دي بنتكلم في 18000 جنيه بس السعر ان شاء الله بعد الخصم والتخفيض بتاعنا ان شاء الله دي عامله 14000 جنيه 14000 يعني برده يعني مش بعيده قوي بس هي بصراحه تفاصيلها كتير ولونها حلو وسيمبل جدا على فكره على الشغل اللي احنا بنقول عليه في عليها ده كله فيها موجود فيها بس برده لما تيجي تبصي للاوضه كمجمل لا الاوضه سيمبل جدا في نفسها ما شاء الله حلو قوي دي بقى الاوضه دي اللي هي واخده تلميع على الخشب بس شفاف ده هنشفف دهان بوليستر لامع ده نجيبه شفاف طبعا على القش بس اللامع اللي هو ده لكن هي الاوضه نفسها مطفيه تمام دي 3 ضرفة بقى ده دولاب مترين بس الثلاثة ضرفة ما شاء الله برده خلينا نشوف من جوه التصميم ايه شماعه ورف وبرده سمك الرف ما شاء الله حلو قوي مساحه الرف باينه اللهم بارك يعني ما شاء الله جميله جدا وهنا ارفف كلها ارفف بس طبعا الارفف لسه ما اتركبتش بس الميجر بتاعتها موجوده تمام 1 2 3 3 ارفف وطبعا الرف الارضي تحت تمام هنا برده هتلاقوها شماعه ورف تمام وخد السرير برده اهي موجوده شبكه السرير طبعا تمام طبعا التقسيم الثلاثة بتبقى شبيهة لأوضة النوم الكبيرة. يشرق افريقي برضو؟ يشرق افريقي. اه ما شاء الله تحفة حلوة قوي ولونها مريح جدا عايزة أقول لكم جميلة وكل تفاصيلها يعني عارفين حاجة كده دي بقى أنيسات ولاد شغالة معاكي ما شاء الله حلوة قوي بصوا بقى السرير بتاعها تحس إن هو يعني عامل زي تاج العروسة كده حاجة كده جميلة قوي ما شاء الله. السرير بتاعها طبعا 1.20 متر وده الكومودينو الكومودينو درجين ولا درج؟ أهو عمق الدرج حلو قوي ما شاء الله وبرده الخشب بتاعه باين هي محترمه جدا ما شاء الله بجد طيب سريرين وكوموزينو ودولاب مترين والتسريحه بتاعتنا بقى ثلاثة ولا اتنين دول هدي. لا دول اتنين درجين للتسريحه ما شاء الله حلوه جدا محترمه قوي الاوضه دي سامبل في نفسها كده وحلوه والمرايه بتاعتها عجباني برده ميتها رايقه انا كل مرايه لازم اقف وابص فيها هي ميتها رايقه ما شاء الله حلو قوي طب الاوضه دي بقى بكام طيب غرفه النوم ديت بيتكلم فيها 16000 بعد الخصم دي ان شاء الله عامله 18000 18000 بعد الخصم تمام طول ما الفيديو شغال بس بقول لكم الارقام اسفل الشاشه التواصل مع المعرض متاح اي حاجه من اللي احنا شفناهم شحن عندنا شحن جوه مصر وبره مصر عندنا شحن دولي كمان تقدري تيجي وتجيبي نجار معاكي وتشوفي كل الشغل اللي احنا بنتكلم فيه ده عشان تعرفي ان احنا واثقين من شغلنا تعالي وبجد وما تنسوش اللي يجي وياخد حاجه يكتب لي كومنت ويقول لي ايه رايه في الشغل اللي اخده لان انا واثقه جدا من الشغل هنا ما شاء الله كان معانا بقى الاوضه دي تحسوها اوضه عروسه على صغير شويه حلو قوي طبعا الاوضه لونها شامبين تقريبا او اوف وايت في رخامي شويه الجزء ده اه ما شاء الله حلو قوي وطبعا في هنا كابوتونيه ده جلد مقلوب ولا ده اطفال جلد مقلوب ما شاء الله ناعم حلو قوي ما شاء الله خامات القماش هنا برده ممتازه جدا ده برده جرار 3 ضعف 3 ضعف ما شاء الله حلو جدا تمام طيب افتح بقى المنظر طبعا انا الاوضه متعرفه استانلس برده ايوه ده مش مرايه في ناس بتحسبه مرايه ده استانلس تمام الاستانلس مش بيغير لونه سواء سيلفر او جولد تمام مفيش اي تغيير ان شاء الله اه
طبعا احنا هنا تقسيمه الثلاث غرف المعتاده هيبقى الناحيه الشمال غرف رف وشماعه. ايوه تمام. بالنسبه للغرفه الوسطانيه تبقى غرفه. تمام ما شاء الله حلوه جدا. الغرفه اللي هي طبعا بتبقى شقه اسمين الدولاب للفردين اللي في الاوضه يعني. تمام. والنص ارفف للاثنين برضو اربع ارفف على فكره. وهنا رف وشماعه وهنا رف وشماعه. تسريحتنا بقى مساحتها حلوه على فكره كبيره تقدري يعني اثنين يقفوا فيها براحتهم يعني كده كده اهو حلوه. وايه درجين ودرفه صح؟ اه دي هنبص عليها برضو. فيها برضو طعمه بالستانلس. ده درج وده درج. لسه الاكسسوار بتاعتها ودي درفه. تمام. لسه المقابض هتركب يعني كل الشغل ده انت لما تيجي تستلميه كله بيتفرنش. بص السرير بتاعها حلو قوي. سرير العروسه والله ما شاء الله جميل جدا. طبعا طعم كابتنين نفس لون التنجيد اللي على الغرفه مع الكومودينو برده قدامها زي ما حضرتك شايفين. تمام تمام. برده واخد ستانلس وشغل برده زي نفس الشغل اللي موجود على غرفه الدولاب. الدولاب ما شاء الله بجد قوي ولونها حلو قوي. برده في ايدك ان انت تغيري الدرجه بتاعتك من الكابوتونين براحتك خالص. بس برده انا شايفه ان هو ما شاء الله كله ماشي مع بعضه. طيب الاوضه دي بكام؟ طيب هي الاوضه دي بنتكلم فيها ب 15000 جنيه. تمام. بعد الخصم عامله 12000 جنيه. 12000 تمام ما شاء الله حلو قوي. سعرها حلو بالنسبه لاوضه 2 متر ومعاها تسريحه ومعاها دولاب ومعاها الاثنين سرير وكومودينو ما شاء الله ممتازه جدا. بقى عندنا اوضه النوم ديت دي اللي هو الدولاب متر ونص. تمام. طيب عايزين بقى ادينا تفاصيلها ووريني حاجتها. تمام. هي المقاس طبعا اللي هو الاثنين ضغط متر ونص اللي هو المقاس الصغير بيبقى معايا الدولاب واثنين سرير وكومودينو. دولاب واثنين سرير وكومودينو. كومودينو اللي هو برواز بيشتغل تسريحه بيتحط بين الاثنين سرير. حلو قوي. ده ليه مرايه من النص. تمام. طبعا ده الدولاب بالنسبه للشكل الكريم زي ما احنا شايفين. معاه الاثنين سرير اهم. هي عامله زي خليه النحل كده. هنا اوضح لو حضرتك حلو قوي. بص عليها اكتر من مكشوف السرير. تمام. تمام حلو قوي. شغل هنا ناحيه ساده. ده شغل بارز. تمام. بيركب على الوش الساده. معانا برضو ده الكومبيوتر بتاعه. تمام. لونها لون الخشب مش كده؟ تمام. ولا هو واخد لمعه ولا ايه؟ لا هو واخد برضو يعني تحس ان هو ايه واخد هبه برضو اللي هو بنقول عليه الدهان الشفاف. تمام ما شاء الله. انا عايزه اقول لكم حلوه. وبرضو الشغل اللي في الخشب يعني باين مش مخفي. ده قشره ولا ده ايه؟ قشره زيتي؟ دي قشره ارض. تمام. السمر باينه قدامنا. ده لون شامبين تحسهم بصم كده يعني. عارفين كده دي بمعنى زي بصمه. حلو قوي يعني ما شاء الله. وبرده هنا المقابض منه فيه مقبض ده خشب منه فيه. تمام. هنا طبعا في لون الابيض مع لون الشامبين مع لون اللي هو لون القشر اللي هو الشفاف ما شاء الله. اهو طبعا كل تفاصيله باينه حلو بصراحه. ومن جوه برده رف وشماعه. هو تقسيمه هتلاقي رف وشماعه والناحيه الثانيه ارفف. معظم الدوانيب بقى كده عشان ما نفتحش. هنا رفين وشماعه. تقدري تعملي هنا رف وشماعه وهنا كله ارفف برده في ايديكي براحتك خالص. تمام. طيب اوضه زي كده بقى بكام؟ طيب احنا بنتكلم بدايه في بالنسبه للغرف الاطفال ب 8500 جنيه بالنسبه للمستوى اللي احنا شايفينه اللي ده كبس سمراء 8500. على التشطيب ده والمستوى ده. تمام. دي برده للمتابعين القناه والمتابعين. ايوه. ديت كسعر نهائي بيعمل 7000 جنيه. سبعه ما شاء الله. عايزه اقول لكم حلوه. هاتيها وانت مغمضه خشبها باين. قشره افريقي طبعا غنيه عن التعريف. من الفيديوهات اللي فاتت احنا عرفنا يعني ايه قشره افريقي يعني حاجه تعيش معاكي ما شاء الله. وبعدين على فكره هي ما بتلمعش. ده يمكن بيلمع شويه بس كل الشياكه محطوطه فيها بصراحه حلوه قوي. مساحه السرير بقى قد ايه؟ هو المعتاد بيبقى 120. تمام. ده 120. لو احنا حابين متر متاح مش كده؟ مش مش. طيب تمام. معانا بقى الاوضه دي كمان ما شاء الله حلوه قوي. بصوا كده بجد تفاصيلها حلوه. هي عامله برده زي شغل ايكيا على فكره يا جماعه لو تاخدوا بالكم. الشغل كله اللي هو نظام الاباليك ده بتاع ايكيا جدا ما شاء الله. برده الدولاب ظرفتين جرار ومعاه الكومودينو بقى اللي احنا بنقول عليه اهو. تمام. بمرايه يمشي معاكي تسريحه ويمشي معاكي كومودينو يعني هو اصلا كومودينو. الرزه بيتعلق او ممكن يتحط زي ما هو كده. الديزاين هنا يعني قريب من البناء الاسلامي. عايزين هنا في الشغل اللي هو اللي احنا شايفينه الاباليك دي. فهنا الاوضه هنا ده هنا دوكو دوكو فورم. تمام. اللون اللي هو اللبني مع لون الاوف وايت. تمام. معاه طبعا اتنين سرير 120 مع كومودين. تمام. طبعا الخامه الداخليه سي مربع برضه داخل فيها الادراج زان. الحاجات بتاعتها لو فيها حاله تبقى زان برضه. تمام.
الدرج بتاعها زي ما البطه قطيفه زي ما شايفين. تمام، فيها اثنين درج بالنسبه للكومودينو. بالنسبه للتقسيمه الداخليه طبعا المعطيات بتبقى رف ناحيه، فيها رف واحد طبعا كبس زي ما احنا عارفين سي مربع. تمام. الناحيه الثانيه هيبقى ايوه بالظبط ده اللي بقول عليه بقى حلو قوي. تمام ما شاء الله جامده جدا. طبعا كل اوضه معاها سريرين وكومودينو ومرايه ودولاب. طيب دي بكام معانا؟ طيب دي قبل الخصم كنا بنتكلم في 7500 جنيه. ان شاء الله ديت معانا بعد الخصم عامله 6500 جنيه. 6500 ان شاء الله. طيب احنا شفنا دي ب 7 ونص تقريبا، دي كام؟ دي عامله 7000 جنيه. 7 ودي 6 ونص. دي 6000. الفرق ده فرق خشب ولا فرق موديل ولا فرق موديل؟ فرق هنا مثلا عليها شغل اركيت، عليها وحده قشره، كل ده بيزود من ايه؟ من قيمه الاوضه ومن سعرها. طيب تمام، يعني احنا خلينا متفقين ان الخامات عندنا كلها نفس الجوده. تمام. طيب هنشوف دي ولا دي ولا هنشوف ايه؟ ما شاء الله يعني احنا معانا تشكيله كبيره. بصوا الشغل حلو قوي ولسه فيه في ظهرنا، عنده تشكيله اطفال كلها جديده، ما فيهاش اوضه اتكرر تصويرها قبل كده. الناس اللي بتحب شغل الالوان يعني مثلا دي داخل معاها لون اللي هو الفوشيا مع لون الاصفر الكناري مع لون اللبن. الوان بنات واولاد يعني مش محدده. تمام ما شاء الله. طبعا هي هنا لون القشره زي ما احنا شايفين على لونه مط. تمام. الاوضه فيها شغل خشب بارز. تمام. الغرفه محمله مع الاثنين سرير بتوعها عليها نفس الديزاين نفس الرسومات مع كومودينو مع برواز برضو نفس المكونات اللي في كل اوضه. تمام. التقسيمه الداخليه زي ما احنا شايفين برضو في رف وشباعه. الناحيه اليمين وهنا كلها ارفف ما شاء الله. ثلاثة رف. تمام حلو قوي. طيب دي قشره افريقي برضو. تمام. قشره افريقي متعامه بشغل دي. تمام. دي برضو احنا كنا بنتكلم فيها 8500 جنيه قبل الخصم، بعد الخصم ان شاء الله دي عامله 7000 جنيه. 7000 ما شاء الله حلوه جدا. اوضه تغذيه تفرشيها تتشرفي بيها بجد، عايزه تجيبي لاولادك بتجهزي بنتك وعليك اوضه النوم هاتيها، كل العرسان وكل العرايس يجوا وياخدوا حاجتهم ما شاء الله. الشغل هنا حلو قوي قوي، يبقى الميكس ده عاجبني قوي. عندنا حاجه يعني نوع تمشي بناتي اكتر، يعني هنا لون الفوشيا مع لون الافريقي اللي هو البني المميز. تمام. للناس اللي هي بتحب الكابوتينيه السراير. الاوضه ديت سرايرها شيك جدا، يعني هنبص عليها الوانها بالنسبه لتنجيدها ماشي مضاهي نفس الله. الالوان دي تحفه. الدرجه دي البينك البودره حلوه قوي، وده اوف وايت. تمام ما شاء الله تحفه. وهنا طبعا البينك الواضح، فعاملين ميكس مع بعض حلو قوي مع لون الخشب الاساسي حلوه جدا. والكومودينو كمان بصوا برده واخد نفس الشغل اللونين مع بعض. تمام ما شاء الله حلوه جدا. السرير بتاعها بصراحه عجبني قوي. هنا برضو هنبص على المكونات الداخليه. هنا طبعا ارفف الشمال 3 رف زي ما شفنا قبل كده. الناحيه اليمين رف وشماعه. رف وشماعه. تمام ما شاء الله مساحه الرف باينه ما شاء الله حلوه، وسمك الدولاب يعني ما شاء الله بجد اللهم بارك الشغل حلو، والالوان كلها جديده والموديلات عجباني قوي بصراحه، كتير الالوان مع بعضها جميل جدا. دي كان بقى اوضه زي دي؟ هي الخامه دي برضو يعني نفس الخامات اللي احنا شفناها قبل كده. دي برضو كنا بنتكلم في 8500 جنيه، بعد الخصم ان شاء الله دي عامله 7000 جنيه. 7000 ما شاء الله حلوه قوي، حلوه حلوه بصراحه ما شاء الله حلوه جدا. لو عجبك اعملي سكرين شوت وتواصلي معاهم على الواتساب، طول ما الفيديو شغال الارقام موجوده اسفل الشاشه، عرضنا لغايه العيد الكبير ان شاء الله. في كمان الاوضه دي بصراحه الوانها حلوه قوي، هو ده برضو واخد لمعه على لونه او دهان على لونه، بس انا في الالوان مش قادره اقول لك ما اعرفش اللون ده ايه. لونه ده شفاف يعني بيشف اللي تحت منه شفاف. يعني اللي ما اثرش الدهان على الشكل بتاع القشره. يعني القشره واضح شكلها بعد الدهان كمان ظهر. تمام عايزه اقول لكم ما شاء الله حلو قوي، انا بحب الشغل ده جدا، يعني قشره الخشب تبقى باينه الرسمه بتاعتها بتدي قيمه للشغل حلو قوي. طبعا احنا كل الشغل اللي بنشوفه دلوقتي الدواليب متر ونص والسراير 120، لو حابه تخلي السرير متر براحتك خالص حسب المساحه اللي عندك. تمام بصوا السرير بتاعها بقى ما شاء الله حلو قوي الشغل ده كده، والكومودينو اهو طبعا الكومودينو بمرايه. تمام ما شاء الله عايزه اقول لكم حلوه جدا. برده تقسمت الدولاب بتاعتنا زي ما احنا متعودين، هنا رف وشماعه هنا عكس وبقى خدوا تقريبا العكس. تمام
ايه ده؟ واحنا رفين مشبعه. انت مش تقول لي قبل ما اقول. لا انت السنتين دول احنا شغالين عليهم، يعني اول اوضه كانت نفس الكاسه. تمام. يا اما بتبقى رفين وشماعه، رف وشماعه. او رف وشماعه وثلاث طرق. بالظبط ما شاء الله حلوه برضو. طبعا الخشب انا مش هتكلم عليه، الناس هنا واثقين في شغلهم وانا عارفه انا بصور عند مين وما شاء الله يعني السمعه سابقاهم. حلو جدا. طب الاوضه دي بقى بكام؟ مش خالص الجوله اللي هي 300 خالص. طيب اخد وامشي؟ طيب احنا بنتكلم في مبلغ برضه بالنسبه للغرفه دي بتتكلم في 8000 جنيه. دي بعد الخصم ان شاء الله هنحسبها 7000. 7000 ما شاء الله. يعني شايفه الاسعار من هنا 6.5 في 7. يعني عشان ناخد حاجه كويس. كمان الاوضه دي بصوا ما شاء الله ميكس الالوان مع بعضها حلو قوي، فكرتها جديده. فيها كمان درجين تحت هنا. تمام اهو. ما شاء الله حلو قوي. طبعا تقسمت الدولاب زي ما احنا عارفين، وفي مرايات على فكره. هنا المرايات بقى مش فاميل، هنا المرايه مرايه، هنا الارفف اهي الميجر بتاعتها موجوده. تمام. هنا رف وشماعه زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله برده حلوه محترمه جدا. انا هاجي اخبط لكم من بالليل للصبح ما عنديش مشكله ما شاء الله. هو فين السرير بتاعها؟ السرير اهو. هو ده؟ ده الكمبيوتر. ما شاء الله حلوه. السرير كابتوني برضو زي ما احنا شايفين. بصوا واخد اللونين اللي هو لون الخشب عاملينه هنا في الكابتوني، واللون الخشب الفاتح التاني ما شاء الله حلو قوي. وده الكومودينو مع المرايه بتاعته. تمام. حلو جدا. طيب دولاب متر ونص وسرير متر و20 وكومودينو بمرايه بين السريرين. تمام. بكام بقى كده؟ طيب احنا بنتكلم في الموديل ده، ده طب متميز بطريقه القعده، ارتفاعه عالي ما شاء الله. ده بنتكلم كنا بدايه فيه ب 9000 جنيه. تمام. بعد الخصم دي ان شاء الله عامله 7500 جنيه. 7500 ما شاء الله محترمه جدا حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم في اوض كتير هنا، في كمان الاوضه اللي في ظهرنا دي، دي زي اللي احنا شفناها الناحيه الثانيه الوان، للي حابب ما يجيبش الوان في منها اهو تعتبر لونين بس مع بعض. حلوه قوي ما شاء الله برده بنفس اسعارنا ونفس تفاصيلنا. في كمان الاوضه دي ما شاء الله سيمبل في نفسها جدا، تمشي اوضه للكبار مش شرط للاطفال. حلوه قوي. درفه كامله مرايه فاميل، والدرفه الثانيه تحسوها اصلا كابوتونيه من الشغل ده كده ما شاء الله حلوه قوي بجد محترمه جدا. بصوا بقى تقسيمه الدولاب، رفين وشماعه. حلوه الفكره بصراحه. هنا بقى نلاقي ايه؟ رف وشماعه، رف وشماعه. شفت خلاص حفظنا بقى تقسيمه واحده ما شاء الله حلوه قوي. السرير بتاعها بصوا ما شاء الله واخد نفس شكل الدولاب، يعني بصوا الاثنين جنب بعض ما شاء الله حلوين جدا. لو هتحطيها في اوضه هي بلون الخشب، يعني لون الخشب الطبيعي، لونها مش مبالغ فيه ما شاء الله، شياكه جدا حلو قوي. طيب هي معاها كمان كومودينو بمرايه. كل اوضه معاها كومودينو بمرايه. تمام. بكام بقى الاوضه؟ طيب الاوضه ديت بكام برضه؟ ده كده 8500 جنيه. سعر النهائي بتاعها 7500 جنيه. 7500 ما شاء الله. احنا عندنا الشحن موجود، لو عجبك اي موديل في اللي احنا بنصوره تقدر تعملي سكرين شوت وتتصلي معاهم من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. طول ما الفيديو شغال موجوده اسفل الفيديو العروض بتاعتنا لغايه العيد الكبير ان شاء الله. بصوا بقى في الاوضه دي كمان برده قشره افريقي، طبعا الخامه باينه اهي قدامنا. انا بحب الحاجات اللي هي فيها مقابض منها فيها بصراحه، يعني حسيت كده اكتشفت نفسي ان انا بحب الحاجات دي، منين ما الاقيها اروح. هنا كمان في كابتوني. تمام. لون الخشب على طبيعته هو يعني واخد الشكل الطبيعي للخشب، بس اكيد هما مدينه دهان هنا برضو. لا ده خشب مش ازاز. لا ده لون رمادي. من كتر الفاميل اللي شفته حسيت انه ازاز. اللمعة بتاعته يعني لمعة الازاز. ما شاء الله حلو قوي. وهنا ده شغل اركد. تمام. ما شاء الله حلوه بجد، شياكه قوي قوي، مميزه جدا. وده السرير بتاعها. ده السرير والكومودينو بتاعها. طبعا السرير كابتنين ان شاء الله. واخد الشغل برده اللي فانتاسا بالاركيد ما شاء الله. جميل جدا في فواصل كده جميل قوي. والكومودينو بتاعه اهو. تمام. وفي برواز طبعا بيكتب على اللي هو المرايه. تمام ما شاء الله حلو قوي. رف وشماعه. تمام. وهنا برضو كله ارفف. ما شاء الله حلو قوي. انا بحب التقسيم اللي هي كلها ارفف، حسها عملية أكتر. بكام بقى الأوضة دي؟ طيب غرفة النوم ديت بنتكلم في 8500 جنيه قبل الخصم، لمتابعينا إن شاء الله دي عاملة 7000 جنيه. ما شاء الله حلو قوي. أنا عايزاكم تيجوا بنفسكم وتشوفوا الشغل اللي أنا بشوفه هنا. اللهم بارك. كل أوضة أحلى من التانية، تشكيل كبير جدا في أوضة الأطفال، تشكيل كبير جدا في أوضة النوم العرايس، تشكيل كبير جدا في الصالونات، في السفرة،
في الانتريهات ما شاء الله ما شاء الله، هتحتاري تبصي هنا ولا هنا ولا هنا، في الاخر هتاخدي حاجتك من مكان واحد. ما شاء الله بجد الشغل حلو قوي. انا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.